بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة بغداد، كلية العلوم، قسم علوم الحياة، محاضرة في علم البيئة النظري للمرحلة الثالثة من قبل أستاذ المساعد دكتور ندى عبد الرحمن. هذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية، والتي هي بعنوان Ecosystem Structure، تركيب النظام البيئي، واللي راح ناخذ بيها Abiotic Environmental Factors اللي هي العوامل البيئية اللا أحيائية. راح نتطرق في هذه المحاضرة إلى أولاً مقدمة عن الموضوع والمبادئ الأساسية للعوامل المحددة، وراح نتطرق إلى موضوع Liebig Law of the Minimum اللي هو قانون Liebig للحدود الدنيا، والقانون الآخر اللي هو Shelford's Law of Tolerance اللي هو قانون Shelford للتحمل. لو نجي إلى علم البيئة، يشمل عادة مجال واسع من البحث، يبدي بالكائن الحي اللي هو الانديفيدوال اورجانيزم، وينتهي بالبايوسفير المحيط الحيوي. نبدأ عادة بالكائن الحي الفرد، ونشوف بأنه العمليات اللي يستخدمها والقيود اللي يواجهها حتى يحافظ على الحياة في ظل ظروف بيئية مختلفة. الكائن الحي المنفرد نشوف بأنه يعتبر هو البيسك يونت أو الوحدة الأساسية في علم البيئة، ويستشعر ويستجيب إلى الفيزيكال انفايرمنت اللي هي البيئة المادية. البيئة المادية هنا راح تمثل لي بالأبيوتيك فاكتورز اللي هي تتمثل بالفيزيكال أند كيميكال فاكتورز، مثل درجة الحرارة temperature واللايت الضوء والأكسجين كونسنتريشنز والثاني أكسيد الكربون، الرياح، سرعة المياه وتدفقه. كل هذه العوامل تعتبر هي عوامل لا أحيائية تؤثر في تواجد وبقاء الكائن الحي والحفاظ على أنماط حياته على الكوكب. نجد بأنه نظرا لأن هذه العوامل ليست كلها متساوية في الأهمية، فنشوف بأنه we use the term limiting factors which we will discuss below. إذن بما أنه هذه العوامل لا أحيائية هي ليست كلها متساوية في الأهمية بالنسبة لأي كائن حي، فنستخدم على هذا الأساس مصطلح العوامل المحددة اللي هو limiting factor، اللي راح نبدي نوضحها بالمواضيع القادمة. الشكل اللي أمامنا راح يوضح لي كيف أنه الأنظمة البيئية تبتدأ، مثل ما قلنا أو علم البيئة كيف يبدي يدرس لنا الأورجانيزم اللي هو الوحدة الأساسية للنظام البيئي، وبمجموع الأفراد يكونون الجماعة السكانية، وبمجموع الجماعات السكانية راح تكون لي المجتمع، والمجتمع مجموعة من المجتمعات راح تكون لي النظام البيئي، ومجموعة الأنظمة البيئية راح تكون لي المحيط الحيوي البيوسفير. رح ناخذ موضوع الـ Principles of Limiting Factors، أي مبادئ العوامل المحددة. علماء البيئة استخدموا مصطلح Limiting Factors، العوامل المحددة، حتى تشير إلى العوامل البيئية اللي تأثر لي على قدرة الكائن الحي على البقاء في بيئته، مثل الغذاء Food، Light الضوء، الماء Water، Temperature. كل هذه العوامل هي تعتبر عوامل محددة لتواجد الكائن الحي والبقاء في بيئته. بعبارة أخرى نقدر نقول بأنه العوامل المحددة هي أي شيء يميل إلى جعل الحياة أكثر صعوبة على نوع معين من الكائنات الحية للعيش والنمو أو التكاثر في بيئته. إذن in other words limiting factors anything that tends to make it more difficult for a species to live and grow or reproduce in the environment. راح ناخذ القوانين اللي تتحدث في العوامل المحددة. القانون الأول اللي هو Liebig Law of the Minimum اللي هو قانون Liebig للحدود الدنيا، ونقدر عادة هم نقول عليه أو تسمية الأخرى اللي هو Liebig Law، أو نقدر نقول اللي هو Law of the Minimum اللي هو قانون الحد الأدنى. طبعا هذا القانون
وضعت من قبل عالم جوستس فون لايبك، وينص هذا القانون على أنه growth of a plant is depend on the amount of food stuff which is present in minimum quantity. يعني نمو النبات رح يعتمد على شنو؟ على كمية المواد الغذائية الموجودة، وين موجودة؟ في بيئته، بكمية ضئيلة. طبعا جوستس لايبك هذا العالم هو احنا نعتبره هو ابو صناعة الاسمدة في عام 1840، وطبعا كان رائد في دراسة تأثير العوامل المختلفة على نمو النبات. وجد طبعا هذا العالم ومن خلال أبحاث المختلفة على النباتات أنه غلة المحاصيل، بمعنى أنه كمية المحاصيل كانت في كثير من الأحيان محدودة، ليس بسبب المغذيات اللازمة بكميات كبيرة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء. يعني إحنا نعرف أنه في التربة تتوفر عندنا المياه وثاني أكسيد الكربون، وهذه هي تعتبر متوافرة، هذه المواد غزيرة في البيئة، فتواجدها هذا هو مو يعتبر هو المشكلة لانخفاض في غلة المحاصيل، ولكن كان سبب وراء الانخفاض في هذه النسبة هو بسبب المواد الخام اللي هي raw material، مثل ايش؟ مثل البورون على سبيل المثال. فشو بأنه بعض النباتات تحتاج إلى كميات قليلة من هذه المواد مثل البورون حتى تنمو بشكل كبير وتنطينا الغلة العالية. يشبه قانون لايبك العوامل المحددة لإنتاج النبات اللي هي من عناصر مغذية، ظروف بيئية، تربة إلى آخره بصورة البرميل. إذا هذا الشكل البرميل اللي هو نطلق عليه باللايبك سبارا، هذا البرميل اللي هو يكون شنو؟ ذو أركان خشبية مختلفة الأطوال. يعني شوف هذا قصير، هنا هذا الركن طويل، كل ركن من الأركان الخشبية راح يكون بطول معين. كل واحد من هذه الأركان شي يمثل لي؟ مثل ما قلنا يمثل لي عامل محدد المن لنمو الكائن الحي. طبعا السائل اللي يملي هذا البرميل هو شي يمثل لي؟ يمثل لي المحصول. أوكي، فشوفي أنه البرميل يكون غير متساوي الأركان، أقصر الأركان هذا اللي دا يطلع منه الماء هو شو يعتبر لي؟ هو العام، هو المحدد لمستوى الماء في البرميل. يعني إذا كان هنا عندي مثلا عنصر البورون اللي هنا راح يكون هو العامل المحدد، واضح؟ يعني إذا لم يوجد البورون بهذه النسبة القليلة هنا راح نشوف بأنه كمية المحصول راح يبدي تتغير في مستواها. هناك دراسات كثيرة منذ زمن العالم لايبك على هذا المفهوم اللي هو اللايبك لو، وجدوا بأنه يجب أن يوضع مبدئين أساسية إلى هذا المفهوم، وكان من ليش حتى يتم تطبيقه بصورة عملية useful in practice. شنو هي المبدئين اللي يجب أن نضيفها إلى قانون لايبك؟ لايبك لو is strictly applicable only under steady state condition. إذن قانون لايبك لا ينطبق أو لا يطبق إلا في أن تكون ظروف في حالة أو ظروف البيئة تكون في حالة مستقرة. هذا المفهوم أو المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو importance considerations، إذن الأخذ بنظر الاعتبار is factors interactions، إذن التفاعلات أو التداخلات التي تحصل بين العوامل البيئية ضمن البيئة وكيف أنه تبدي تأثر على الكائنات الحية. فلغرض أن نوضح المبدأ الثاني example sometimes organisms are able to substitute in part at least a chemically closely related substances for one that is deficient in environment. إذا في بعض الأحيان تكون الكائنات الحية قادرة على أن تستعيض جزئيا على الأقل مثلا عن مادة مرتبطة
كيميائيا بشكل بارز، يعني انه تبدي تستعيض عن مادة تكون هي اصلا غير موجودة بالبيئة، ناقصة في البيئة، فتستعيض عنها بشنو؟ بالمادة الوفيرة. فمثلا لو كان عندنا النواعم او الرخويات الموليسكا تعيش في بيئة تكون بها عنصر السترونشيوم يكون نسبته عالية ووفيرة، فش يستبدلون؟ يستبدل السترونشيوم بالكالسيوم حتى يستخدمه في بناء أصدافه. يعني لما يكون الكالسيوم عنده قليل فيستعيض عنه بمن؟ بالسترونشيوم. أيضا مثال على العوامل اللي تتفاعل بها، أثارت أيضا بعض النباتات، هنا عندنا مثال آخر على تداخل العوامل البيئية، some plants require less زنك، إذا بعض النباتات تحتاج إلى زنك قليل. من تنمو وين؟ في الظل، مقارنة مما تنمو في ضوء الشمس الكامل. يعني هي لما تكون موجودة في الظل ما تحتاج الزنك بكمية كبيرة، ولكن لو نمت نفسها النبتة لكن تحت ضوء الشمس راح تحتاج إلى الزنك بكمية عالية. لهذا فشور بأنه الزنك في التربة راح يكون أقل تحديدا للنباتات الموجودة في الظل منها في نفس الظروف في ضوء الشمس. يعني لما يكون هو نسبته قليل، يعني إذا تحتاجه بنسبة قليلة ولكن هو ما يعتبر محدد لها للنمو في الظل، واضح؟ ولكن لو كانت في الشمس فإنه الانخفاض في الزنك راح يعتبر عامل محدد ويؤثر على نموها. هذا بالنسبة إلى قانون لايبك. أما بالنسبة لقانون الآخر اللي هو قانون شيلفورد، شيلفورد Law of Tolerance اللي هو قانون التحمل، يعتبر قانون التحمل اللي هو مبدأ تم وضعه من قبل عالم الحيوان الأمريكي اللي هو الفيكتور إرنست شيلفورد في العام 1911. طبعا ينص هذا القانون على أنه كل كائن حي، كل كائن حي له حدا بيئيا للتحمل، وهذه الحدود هي حدود دنيا وعليا مع وجود نطاق أو معدل بينهما يسمى بحدود التحمل limits of tolerance. لو نيجي للشكل اللي أمامي، الشكل التالي شرح يوضح لي، يوضح لي عدد من الأفراد الذين ينتمون لنوع معين من الأحياء، وكيف أنه درجة الحرارة اللي هي هنا temperature هي عامل بيئي يؤثر في نمو وزيادة الأعداد. يعني هنا عندنا زيادة في الأعداد، وهنا راح يكون عندنا العامل البيئي اللي هو درجة الحرارة. هذا الشكل يؤدي إلى تكوين المنحنى الجرس اللي هو البيل شيب، والذي يمكن أن نقسمه إلى عدد من مناطق التحمل. يعني شوفوا هذه zone of tolerance, zone of stress, optimal zone, zone of stress, zone of intolerance. العفو، هاي intolerance و intolerance يعني عديمة التحمل، وهنا أيضا عديمة التحمل. نشوف أنه أعلى منطقة تمثل درجة الحرارة المثلى، يعني هنا راح تعطيني أكثر عدد من الأفراد. ليش؟ لأن درجة الحرارة هنا تكون عندي مثلى، إذا هاي هنا إيش راح يكون عندي؟ عندي أعلى حد للتحمل. أما بالنسبة على الجانبين، هذا الجانب وهذا الجانب، هنا هي المناطق تمثل لي أقل أعداد. ليش؟ لأنه مدى تقدر تتحمل الكائنات الحية، هنا درجات الحرارة منخفضة جدا وهنا درجات الحرارة مرتفعة جدا، فالمنخفض والمرتفع ما راح يفيد هذه الكائنات الحية، راح يؤدي إلى موت أفرادها، بينما الدرجة المعتدلة هي التي تؤدي إلى زيادة في أعدادها. إذا معناها شنو هذا الكائن الحي؟ له حدود دنيا وعليا للتحمل. طبعا بهذا القانون ما نقدر نقول بأنه دائما الشيء القليل هو يعتبر عامل محدد مثل ما ذكرنا بالشكل على النحو الذي اقترحه لايبك. لايبك ايش قال بالأول بالقانون الأول؟ قال بأنه الحدود كل كائن حي له حدود دنيا للتحمل، إذن هو
الحد الأدنى للتحمل، بينما هنا العالم شيلفورد لا، ذكر بأن هنالك لكل كائن حي له حدود دنيا وعليا للتحمل، وبالتالي فإن الكائنات الحية تكون لها حدود قصوى أو عليا للتحمل وحدود دنيا للتحمل. طبعا هذه الحدود أو هذه الـ 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 هذه الـ 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 هذا القانون، قانون التحمل اللي ذكر من قبل عالم شيلفورد في العام 1913، كان هنالك مجموعة من المبادئ الفرعية لهذا القانون، قانون التحمل، اللي يجب أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار بفهمها، ولأن هنالك كثير من الأمور أو كثير من الحالات للكائنات الحية تحدث في البيئة، فيجب أن تذكر ضمن هذا القانون. فمثلا أولا، الكائنات الحية organism قد يكون لديها مجموعة واسعة من التحمل لعامل واحد ومجموعة ضيقة لعوامل أخرى. Organism may have a wide range of tolerance for one factor and a narrow range for another. يعني مو كل الكائنات الحية راح تكون عندها حدود عليا ودنيا، قسم من عندها حدود عليا للتحمل لعامل معين، في حين لعامل آخر تكون لها حدود دنيا للتحمل أو حدود ضيقة للتحمل. النقطة الثانية، أنه الكائنات الحية ذات الحدود الواسعة للتحمل لجميع العوامل من المرجح أن يتم توزيعها على نطاق واسع. إذن organism with wide ranges of tolerance for all factors are likely to be most widely distributed. بمعنى أنه مثلا لو كان عندي مجموعة من الكائنات إنها قابلية على تحمل درجات الحرارة، وإلى قابلية على تحمل الملوحة وتحمل مثلا كمية أمطار عالية وإلى آخره، كثير من العوامل هي تتحملها. إذا هذا شنو معنى؟ هذه إلها القابلية على أنه تنتشر بشكل أكثر. ليش؟ لأن هي تقدر تقاوم كل الظروف والاختلافات التي تحصل في العوامل البيئية. النقطة الأخرى الثالثة، اللي هي الكائنات عندما لا تكون الظروف مثالية للأنواع فيما يتعلق بعامل بيئي واحد، يمكن تخفيض حدود التحمل فيما يتعلق بالعوامل البيئية الأخرى. يعني شنو؟ على سبيل المثال نقدر نوضح هذا الكلام بمثال. عندما يقتصر نيتروجين التربة، أو بمعنى أنه عندما يقل تركيز نيتروجين التربة، تقل مقاومة العشب للجفاف. وبعبارة أخرى، كانت هنالك حاجة علما إلى مزيد من الماء حتى يمنع عملية الذبول عند مستويات النيتروجين المنخفضة من على مستويات عالية. بمعنى إذا كان عندي أني نبات، وهذا النبات راح يحتاج إلى النيتروجين، انخفضت نسبة النيتروجين، فهذا من يعني من انخفضت نسبة النيتروجين في التربة أدى إلى أنه النبات راح تقل مقاومته للجفاف، ويبدي يحتاج علما إلى كمية كبيرة من المياه. إذا معناه أكو عامل ارتبط بعامل آخر بنسبة التحمل أو بحدود التحمل. النقطة الأخرى اللي هي تكون عادة بالنسبة للكائنات الحية بالطبيعة، نشوف أنه أغلب الكائنات الحية ما تعيش في الواقع في المدى الأمثل فيما يتعلق بعامل فيزيائي معين. يعني أغلب الكائنات الحية organism in nature are not actually living at the optimum range. يعني مو كل الكائنات أو أغلب الكائنات هي ما راح تعيش في ظروف المثلى. ويوجد تكون عادة بعض العوامل الأخرى هي تكون ذات أهمية أكبر. فمثلا لو ناخذ الأوركيد الاستوائي Tropical Orchid، هذا النبات على سبيل المثال ينمو بالواقع تحت أشعة الشمس الكاملة بشكل أفضل من الظل، بشرط أن تظل تكون درجة حرارة منخفضة. يعني هي الظروف المثلى مالتها شنو هي هذا Tropical Orchid؟ أنه
sunlight أشعة شمس وتكون في نفس الوقت درجة حرارة منخفضة، يعني تكون باردة. طبعا هي بالطبيعة ما راح تنمو في هذه الظروف، وإنما تنمو فقط في الظل. ليش؟ لأن هي ما تستطيع أن تتحمل حرارة الشديدة لضوء الشمس المباشر. أوكي، إذا هذه هي كلها تعتبر تناقضات لمبدأ التحمل أو قانون التحمل للشلفون. أيضا في كثير من الحالات تمنع التفاعلات السكانية أو احنا نقول العلاقات السكانية مثل التنافس، الحيوانات المفترسة اللي هي competition, predators, التطفل, parasites ما إلى ذلك، الكائنات الحية من الاستفادة من الظروف المادية المثلى. يعني مثلا أنا لو كان عندي ظروف بيئية مثلى للكائن الحي، ومع هذا هو ما راح يقدر يعيش في هذه الظروف المثلى. ليش؟ لأن أكو مفترس هو دا يترقبه ويريد مثلا ينقض عليه، فلهذا هو ما راح يقدر يعيش في الظروف المثلى. وبالإضافة إلى مثلا العلاقات الأخرى مثل ما قلنا كالتطفل والتنافس إلى آخره. خامسا، ألاحظ بأنه فترة التكاثر عادة ما تكون فترة حرجة. Period of reproduction is usually a critical period. إذا هي تكون شنو؟ فترة حرجة، حيث من المرجح أن تكون العوامل البيئية هنا شلون راح تكون محدودة، limited. حدود التحمل نشوف بأنه للأفراد والتراكيب التكاثرية مثل البذور seeds, eggs, البيوض, الأجنة وكذلك اليرقات اللاربة عادة ما تكون أضيق من حدود عدم تكاثر النباتات أو الحيوانات البالغة. يعني دائما أكو عندي حدود ضيقة للتراكيب التكاثرية مقارنة بالأفراد البالغة. البالغ يقدر يتحمل مثلا انخفاض في درجات حرارة، يتحمل ملوحة عالية، بينما الأفراد التكاثرية أو التراكيب التكاثرية هذه ما تقدر تتحمل، ولهذا تتعرض إلى الموت والخسارة. ونأخذ مثال على ذلك هو الأدلت بلو كارب اللي هو سمك السلطعون الأزرق البالغ. هذا نشوف بأنه يعتبر من الحيوانات البحرية ويتحمل المياه المالحة، وبالتالي ألاحظ بأنه غالبا ما توجد هذه الأفراد على مسافة من الأنهار، بينما اليرقات ومع ذلك ممكن أن تعيش في مثل هذه المياه. أوكي؟ يعني ألاحظ بأنه السمك السلطعون اللي هو الأزرق البالغ دائما يتحمل شنو؟ المياه المالحة، بينما الأفراد اللارفا اليرقات مالتها ما تقدر تعيش في هذه المياه، نفس هذه المياه. So the species cannot reproduce، لهذا الأفراد ما راح تتكاثر في بيئة الأنهار. حتى نعبر عن درجة نسبة التحمل اللي هي احنا نسميها degree of tolerance، هنالك مجموعة من الترمز اللي هي المصطلحات اللي نستخدمها في البيئة، واللي تبتدأ بالبريفكس البادئة سينو اللي بمعنى تشير إلى حدود التحمل الضيقة النارو، and يوري meaning wide اللي هو ذات مدى واسع من التحمل. يعني أنا إذا عندي عامل بيئي أضيف له البادي استينو فأشير بها إلى شنو؟ إلى أنه هذا الكائن ذو حدود ضيقة للتحمل. أما إذا أضفت له البادي أيوري زين راح يكون تشير إلى الحدود العليا للتحمل. فمثال على ذلك عندي استينو ثيرمال واليوري ثيرمال، هاي شو تشير؟ تشير لي إلى التمبريتشر درجات الحرارة. يعني الستينو ثيرمال هي كائنات ضيقة التحمل، في حين اليوري ثيرمال هي كائنات واسعة التحمل. أيضا السالينيتي اللي هي الملوحة نقدر نقول ستينو هالاين واليوري هالاين اللي هي واسعة التحمل وضيقة التحمل. وأيضا بالنسبة للووتر أو محبة للماء أو شو نقول ضيقة التحمل للمياه ستينو هايدريك واليوري هايدريك. وأيضا راح يكون عندنا بالنسبة للغذاء ستينو فاجيك اللي هي ضيقة التحمل للغذاء، يعني ما تتناول كميات كبيرة من الغذاء،
ما تتحمل كمية كبيرة من الغذاء، واليوري فاجك اللي هي واسعة التحمل للغذاء. هذا هو الشكل اللي أمامنا، يوضح لي كيف أنه الكائنات الحية قد تكون هي يوري ثيرمال، يعني واسعة التحمل. يعني شوفوا هنا مثلا عندنا درجات الحرارة المنخفضة إلى المرتفعة، كلها هاي تتحمل، فأسميها شنو؟ يوري ثيرمال، اللي هي واسعة التحمل لدرجات حرارة المختلفة. في حين ضيقة التحمل راح تنحصر مثلا في درجات الحرارة المنخفضة فقط، فش أسميها؟ ستينو ثيرمال. المن للأوليغو ثيرمال، أوليغو يعني شنو؟ الشحيحة أو القليلة أو المنخفضة، أي تكون ضيقة التحمل المن لدرجات الحرارة المنخفضة. وهنا عندنا أيضا أكو مجموعة من الأفراد اللي تعيش ضمن همين تكون ضيقة التحمل، أيضا ستينو ثيرمال، ولكن المن لدرجات الحرارة العالية البولي ثيرمال. أوكي، هذه هي محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون واضحة ومفهومة، وأي سؤال يكون عندكم نقدر تقدرون أنه تقولوه على الصف الإلكتروني. شكرا لكم.